أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلام فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاختيها فرعون فقلا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين. فعلت فخلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نقمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لإني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أبلو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه
إزاكي ثعبان مبين، ونزع يده فإزاكي بيدع لناظري. قال للملاعي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سقر عليم. فجمع السقرات لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السقرات إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لكم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناكم من جنة وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل أتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
وأزلفنا سم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لك عاكفين قال هل يستمعونكم إذ تدعون قالوا ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي لرب العالمين الذين خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق من الآخرين واجعلني من وراثة جنة النعيم فاغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبريزت الجحيم للغاوين وقيل لكم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صادق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لكم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
إن أجري إلا على رب العالمين فتكلها خبأتيهم. قالوا نؤمن لك وتبعك الأرذلون. قال بما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آيات تخبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنة وأيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء عليكم وأجزت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأخلقناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنتي وأيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسخرين.
ما أنت إلا بشر مثلنا فأختي بآيات إن كنت من الصادقين. قال خزك النقات لك شرب ولكم شرب يوم مخلوق ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم الغذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأخلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لكم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تخسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبيلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. وكذبوه فأخذهم عذاب يوم ذلل إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن كل تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين.
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبور الأولين. أَبَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ يَعْلَمُوهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. كَذَلِكَ سَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستخجلون أفرأيت إن متخناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنكم عن السبع لمخذولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أسوك فقل إني بريء مما تحملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعوهم الغاوون ألم تر أنكم في كل وادي بهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.